السلام على عزتي في غصن البان. احنا هواية جتنا أسئلة، فانتخبنا فد 7 8 9 من عدها. أريد أقول لكم أعزائي، إذا تردون عندكم أسئلة مهمة أنا أسوي عليها فيديو، وهذا هسه أريد أبلش يوم أول يوم أفتح الفيديو أشوف السؤال شنو. طبعا لو صوتية لو تصويرية دزولنا إياها، زين هسه هم شوفوا هم فيديوهات صوتية هم تصويرية دزيل إياها. راح نبلش بالأول، السؤال الأول بالله تبثوا لي إياه شو. السلام عليكم دكتور، هذا ابن المشترك أحمد محمد خيل إبراهيم، عمره 11 سنة، تاريخ 19/5 سجلنا بالمركز. بالبداية نزل، بعدين ما نزل. بداية نزل 4 كيلوات، وبعدين ما يقبل ينزل الوزن بسبب خمول الغدة الدرقية. أخذنا له تحاليل، طلعت الغدة الدرقية عالية والدهون عالية، بس الحمد لله الغدة الدرقية انتظمت بس الدهون بقت عالية. من أقيس وزنه يبكي، من أخذ قياساته يبكي، ما يقبل يوزن، يلتزم بالبرنامج بالليل، وبالليل لحد الليل يريد ياكل، قوة أسيطر عليه، قوة أقنعه، يعني تعبني كلش. يا ريت أعرف شنو السبب. وهماتي أنا الدهون بقت عالية، كل ما أخذ له التحليل دهونه عالية، وزنه 65 صار لفترة ثابت، وحاليا هو 66. هجي السلام عليكم، أنت زينة إن شاء الله؟ زين، أنا ما أريد أحكي وياك، أنا ودي شو اسمه حمودي قاعد قدامي هو يسألني، أنت شو عليك اسم الشغلة هاي؟ أنا وحمودي، أنا صديقي يا حمودي. زين، أنا من شايف صورته عجبتني، يعني مرة بعد ما أريد أحكي، اللي هو أحمد يحكي وياي، أحمد محمد خليل إبراهيم تسمعني؟ بويا، هالمرة أريدك أنت تحكي وياي، فهمني شنو موضوعك؟ ليش هيك تسوي؟ بس أنا خلي بالك، أنا أطفال هواية أهتم بيهم، هواية أهتم بيهم، كل طفل انزل وزنه للحد الطبيعي. طبعا انت ما عندك، انت عندك 18 كيلو اضافي، مو فد مشكله، اصلا مو فد مشكله، احل لك اياه بكل سهوله. بس خب لانه انت طفل راح يطول، لانه راح يطول انا محضر لك جائزه. انت بس قول لي شنو اللي تريده، حتى ان شاء الله من ينزل وزنك للوزن الطبيعي، يعني يصير هسه 40 48، اقول 45 48، ماكو مشكله، أنا أدز لك الهدية الباب الحوش إن شاء الله. زين، بس أنا أريد الفيديو القادم لأمك تدز لي إياه. زين، أنت تحكي مو أمك تحكي، شنو خل لسانك ما شاء الله طويل. زين، أنت أريدك تحكي بويا وتفهمني. أولا أنت ترغب تريد تنزل وزنك، لو تريد الجهال يضحكون عليك من المدرسة. زين، وإذا ما تنزل وزنك يضحكون عليك، باكر عقبه ما تقدر تلعب وياهم، صل مسخرة الآخرين. فبوية أحسن شي نزل وزنك. زين، واني أريد أحضر لك هدية، بس قبل ما توصل الوزن الطبيعي أريد أدز لك الهدية. بس أريد شنو فالفيديو لاخ. زين، تواعدني أنه راح تشتغل على البرنامج هذا، تعمل بالحمية اللي أعطيك إياها، الأكل أنا أدز لك إياه، البرنامج أنا أدز لك إياه، خلي بالك مرتاح، أمك بس تجي تطبخ لك إياه وتقدم لك إياه. أنا ممنون من أمك لأن راح تقدم لك الأكل اللي أنا كاتبها، وأتمنى أنت أسمع فيديو من عندك أنت شخصاً. حمودي تسمعني؟ أريد من عندك شخصاً تكتب لي تحكي لي بالفيديو دكتور شو أريد أنزل وزني، وأريدك تعطيني جائزة أو تعطيني هدية، وأنا بخدمتك. فأنا دا أنتظر فيديو، وإن شاء الله من هاليوم تبلش بالحمية مالتي، الرجيم مالي دزيت لك اياه، فد رجيم محترم ان شاء الله ينزل وزنك، بعد جهال ما يضحكون عليك هذا سمين هذا دبوه. زين، ف انا بس منتظر الفيديو مالك، وسلم لي على ماما في امان الله. اللي عاني من تكيسات المبايض، اكو اكلات ممنوعه عنه لو اكو نظام غذائي خاص للتكيسات وخربطه الهرمونات؟ زين، بنتي تكيس المبايض عادة يرافق ارتفاع في سكر الدم، فلذلك أكثر تكيس المبايض علاج مالهم الأساسي، علاج مالهم قليل تقليل الكربوهيدرات إلى حد الإمكان، وحتى بعضهم يعطوهم حبوب الميتفورمين. سجوزتي عطيت دكتوره نعطيتش حبوب الميتفورمين حتى يقللون السكر مال الدم مالك، لانه يعني السكر يصعد بهالحاله ما
ما اقول داء السكر يعني، لا 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 لا، السكر مالي صاعد اكثر من طبيعي، وشوي يسوي سمنه بطنيه زين. كل ما بيكربوهيدرات لازم تقلليه بابا. شنو بيكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات كله ما ينبت من الارض دكتور لصتع علي، يعني كل ما ينبت من الارض يعني تمن والحنطه وابلي بلي بلي بلي، كلش لازم تقلليها. التمن حاولي تفوريه اول، تنقعيه زين، بعدين فورا فورتين من تفور تشبيه مره ثانيه، هذا المي ما تنقع تديريه تشبيه مره ثانيه تفوريه، مره ثانيه عم تديريه تفوريه، فايش كان فورا تدبيه صفيه مره ثانيه تخليه الان تخلصين من نشويات حد الامكان، اكلات النشويات تقلليها، المعكرونه تقلليها زين. خبز الابيض حاولي تتجنبيه، تاخذي مكانه خبز الاسمر، واللحوم المصنعه شيليه من بالك نهائيا، شيليه من بالك نقانق ومقانق واكلات الوجبات السريعه، هاي كلها غير صحيحه، وهاي كلها تؤدي الى مشاكل في تكوس المبايض الزين. مقابل ذني تكثرين الخضروات، تكثرين البروتين، تاكلين مكسرات، المكسرات كل يعني شرزات، شرزات الى حد الامكان اكلي، فواكه، فواكه ما اقول لك اكلي ولا بيها كربوهيدرات، معتدل يعني عادي يوم يطلع فاكهه تاخذين، تقدرين تاخذين افوكادو زين. وحاولي توصلين وزنك الى درجه اللي حاله الرشاقه به، يعني محيط البطن مالك يساوي طولك تقسيم 2 زائد 5، طولك تقسيم 2 زائد 5، هذا بعد ما يوقع الدستكايس ما بايض على الاطلاق. فشنو الزايدين اللحوم والبروتين والدهون، تقللين الكربوهيدرات. اذا نطيتي الدكتور حب متفورين تاخذيه، اذا لا خبت تسمعي على هذا الرأي، ان شاء الله بتسهيل الله هذا راح يحل مشكلة الناحية الغذائية. ابوي بالنسبة لك ما ادري ما موضحها طبعا، متزوجة لو ما متزوجة، اذا متزوجة عندك اطفال خوهج ما مشكلة، اذا ما عندك اطفال بويه بعد لا تاخذين هاي الاشياء الوسط، يا بعد ما لازم تاخذين حمية الكيتو، تتصلين بغصن البان قولي الدكتور قال لي خذ حمية الكيتو، حمية الكيتو صعب، بس اللي عنده تكيس وما يصير عنده اطفال حمية الكيتو احسن علاج. حمية الكيتو تسوي الكربوهيدرات اللي تنزلها تقريبا للصفر، تصعد اللحوم وتصعد الدهون، وهسه طريقه خاصه على كل حال. فاذا عندك متزوجه وانت ما موضحه لذلك اريد اوضح لك اياه، اذا متزوجه ما عندك اطفال فهذا العقم المؤقت نتيجه تكيس المبايض، ما يحلها غير حميه الكيتو. وصل البال موجود عندنا حميه الكيتو، يطلق اياه حتى بسلامه ان شاء الله توصلين النتيجه ترغبيها. ان شاء الله ما عجز غير عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم دكتور، بعد ان فقدت وزن حوالي من 120 كيلوغرام الى 91 الوزن الصحي لانه طولي 179، فما وصلت لمثالي، حذروني بعض الاشخاص، هل اكو محاذير بانه بعمر 60 سنه يستطيع ان يوصل للمثالي وما ياثر على صحته؟ شكرا جزيلا. حجي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عزيزي من 120 91 يعني 29 كيلو منزل، عاشت ايدك حجي، ممنون منك، اتمنى لك الموفقيه الدائمه. بوي انا شفت صورتك ما شاء الله رشيق صاير، بعد ما يحتاج تنزل، لان شوف انسان اني هسه عندي تقريبا 10 كيلوات اضافي، يعني المفروض يكون بالثمانين اول الثمانين، انا هسه 88، شوف 15% زياده عن الوزن الطبيعي يعتبر مو سمنه، يعتبر اضافه وزن، زياده وزن. زياده الوزن من الناحيه الطبيه ما بيها ضرر، تبهت علي؟ انت مثلا سخل اقول لك، قال لك الطبيعي مالك لازم يكون 77 زين،
ضيف له 15%، 77 15% ايش قد يصير؟ يصير 12 كيلو، زاد 77 ايش قد يصير؟ 89 كيلو. انت الوزن الطبيعي مالك الوزن الطبي، وزن الطبي مو وزن الرشاقه، وزن الطبي مالك 89 كل ضرر ما بي. انت ايش قد يصير؟ 91 كيلو، نزلت نزلت ما نزلت مو مشكله. فعيني خلي بالك من الناحيه الصحيه ما عندك مشكله، بس بطنك بعدها كبيره. فاذا تريد كل شيء يصير رشيق لتلانسيون ذاك بحث اخر، اما انا يعني افضل تبقى على الوضع هذا، لانه ما شاء الله ما شاء الله صورتك عجبتني، واتمنى لكل الموافقيه. عشت ايدك عيني. السلام عليكم دكتور، تحياتنا السلام لك، ربي يعطيك الصحه والعافيه. الله يعزك، الله يخليك، كل الخير على كل شيء تقدمه للناس. الله يخليك، شكرا جزيلا. يعني سؤالي أنا دائما يعني نادرا ما أترك علاج المفاصل فترة الحمل والرضاعة، تمام، لأن عندي انزلاق. أدوية المفاصل الزايد السمن بصورة عامة يعني بأنواعها المتعددة الزايد الوزن، لأن أسمع هواي يقولون دواء المفاصل هو دا يسمنك، هو راح دا ينفخ جسمك. فبصورة عامة أريد تطرق الموضوع إنه الأدوية مات المفاصل أو اكو انواع اخرى تزيد الوزن او لا وممنونه. والسؤال الثاني انه اني اكل سماق بكثره، اضيف له ملح قليل كلش، بس يعني مدمنه على السماق ما اقدر بدونه، هماتين يزيد الوزن لو طبيعي يعني انه اكل عادي. بنتي اولا السماق راح اجاوبك عليه. السماق يعتبر من اقوى المضادات مضادات الاكسده، مضاد الأكسدة جدا 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 مفيد، بس على نكون صماغها مو خلي الحامض على نشارة مال القشب ونعطيك اياها. اذا صماغ مخصوصا الصماغ الاحمر هذا اغنى شيء بال احنا عندنا اغنى شيء بالبلوبري نوع من الفاكهة بعدين بالصماغ. فالصماغ يعتبر من مضادات الاكسده الكلش، واحده من فوائدها تفيد المفاصل شلون تفيدك، لان بيها ماده ضد التهابيه. كل ماده يسموه مضاد للاكسده يعني يفيد مفاصل فهي تفيدك. فالصماغ بيستمر عليها لا يسمنش ولا يحزن ولا ينفخك، خلي بالك. بس الملح تدرين ملح زايد مو زين، لانه ملح زايد يجمع مي، يزيد الوزن مو يزيد الشحم، يزيد مي الجسم مالك، فاكو احتمال هذا اللي دخل. فانت اوكل صماك الف عافيه، بس الملح ماله قليل الى حد الامكان. هاي وحده. نرجع على دواء المفاصل. بويا دواء المفاصل نوعين. النوع الاول يطون ضد الالتهابات العاديه، ما بيها ستيرويد، بروفين، ميتاسين، اندوميتاسين، اذن كلها مال شو اسمه جيلوفيل، هالقضايا كلها موضوع موجوده يطوها لل او ديكلوفيناك، هاي كلها يعطوها للمفاصل، هسه لو بصوره حبوب لو بصوره شراب لو بصوره تحاميل، مهم هاي كلها ما تسوي نفخه. بس اكو عندنا ضد التهابيات ويا كورتيزون، يعني هي كورتيزون ضد التهابي، هذا يسمن ينفخ مو يزيد شو اسمه مو يزيد مي الجسم بس، بلكه حتى الشحوم الجسم يزيد، يعني كورتيزون يسحب الشحوم باتجاه البطن. فاذا كورتيزون عندك هذا لازم تفكرين جديا في تقليله او في تركه باستشاره الطبيب. انا ما اقول ايش تركي، لان انا كطبيب هسه عن بعد احكي وياك، انا ما جاي العياده حتى اقول ايش تسوين. انت تسأليني انا اقول لك تستشيرين الطبيب. ادويه الكورتيزون اذا شو كورتيزون اسمها بريدنيزولون، هذا المعروف الاكثر واحد، بريدنيزولون، بيتاميتازون، ديكساميتازون، هيدروكورتيزون، هذني كلها ادويه الكورتيزون يطوها للمفاصل. وانت ما كاتب عمرك ايش قد تصور، اذا يعني اذا في مقتبل العمر لا تورطين نفسك باشياء، انت حاولي تعالجين الاساس ماله، هذا كله يبهدل احوالك بالمستقبل. اذا تريدين تسمين بالكورتيزون وانت شباب، انت بالمستقبل راح تساعدك قضايا غير هاي السمنه واضافه الوزن، يصير مشاكل هواي عندك. فانت روحي طبيب، لو تبدلين طبيبك اذا عندك كورتيزون، ما اقول ايش طبيبك يعطيك كورتيزون، اذا اكو كورتيزون في الادويه مالتك وقلت ايش اسمها
واحدة من أهم بريتنيزولون، ثانية بيتاميتازون، ديكساميتازون. هذن إذا نعطيه شيا لا بالله، أنا أفضل أنه لو ترحين عنده يقلل الشيا أو ترحين غير طبيب بكيت يترك الشيا. أتمنى لك العافية بتي، وإذا عندي السؤال أنا بخدمتك. يا هلا ومرحبا، في أمان الله. السلام عليكم، شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟ هلا بابا. هلا. انا من مشتركات غصن البان. هلا بك. ونزل وزني تقريبا 16 كيلو بس فقد الكرش، شلون اقدر اعالجه اذا ما صير زحمه عليك دكتور؟ بويا انت قلت لي 16 كيلو منزل على العين، ايش قلت عندي زياده؟ اذا عندي زياده 36 نزل 16 باقي 20، انت لا تتوقعين 20 عندك اضافي والكرش مالك يروح. لا بويا لا، وايد شغل بي الكرش، آخر ما يدوم الكرش. وخلي أفهم شوية، الكرش إذا ويا الخاسر تبين تحس بيه، إحنا الوزن المثالي شقد قايل توصيله، من توصيله إذا شفتي هم بعد عدش خاسرة وكرش، هذاك الوقت لازم 10% تنزلين عن الموجود. يعني أنت فرضي قايلين ليش 60، زين؟ 60 10% ماله شقد يصير؟ 10 من 60 6 نقصين من 60 54، بابا لازم ينزل وزنك 54. انت ما اعطيتني هسه التفاصيل حتى انا احكي لك اياها بالضبط، بس انت لازم ينزل وزنك 10% اقل من اللي احنا قايلين لك هذا الوزن المثالي لك، زين؟ ومحيط البطن مالك لازم يساوي طولك، خليه ببالك طولك تقسيم 2 بإضافة 5، يعني على سبيل المثال صادر مثال طولك 160 فيصير تقسيم 2 يصير 80 بإضافة 5 85. بوية محيط البطن من ناحية الصرة الظهر للصرة لازم يكون 85، إذا شفتي 95 بعد لازم تنزلين، بعد لازم تنزلين، إذا تنزلين لا 10% عن حد القليل في ذاك الوقت تصيرين مثل غصن البان رشيقة. و أتمنى لك كل التوفيق في البرنامج، وإذا سؤال لك أنا بخدمتك. يا هلا ومرحبا. عليكم دكتور محمد، بالبداية أشكرك وأشكر هاي الصفحة الرائعة. سؤالي أنا ملتزمة بالجدول، ولكن يصير عندي نوع من الإمساك، فلهذا يعني يصعد وزني من 63.5 هسه حاليا 66 صار. فرجاء دكتور محمد اكون ممنونه اذا جاوبتني، اشكرك. شوفي بابا، احنا اكثر الجماعه اللي يجون بوصن البان او كل التحميات، الحميه عاده يقل الاكل، من يقل الاكل امعاء تستلم اقل وتدفع اقل، من يكون الدفع مالها اقل لان الخروج يقل، تعداد الدفع يقل، فيبقى يبقى الاكل داخل الامعاء، أمعاء الغليظة تقوم تسحب المي ماله في قبوض، هاي عادية، هاي عادية. أما إيش راح تسوين؟ بدأ ريوق، شنو ريوق؟ ما أدري شنو ريوق. بدأ الريوق بالليل يجيبين 7 تينات، تين مجفف موجود بالسوق متوفر، زين؟ تخليها بقلاص مي. صبح منين قاعد زين ماكو خلاطة خواتكم البيت، ديريها بالخلاطة، زين بيه؟ قاشوك تين زيت الزيتون تديرين فوقها يطلع فت خليط يلعب النفس بالعافية. وكذي مو كان الريوق، بعد الريوق ماكو، لكن شنو راح تحلش مشكلة؟ مشكلة ما تجلس الحال، وخبطة مفيدة 100% ناجحة، هواي طبقوها واستفادوا منها. لكن خب مو طيب بس الزيتون ويا التين ينخبط ويا الماي ينخبط، ايش تطلع على كل هاي جرعيها اعتبريها دواء هذا. والفتشي اوصيش بويا دواء لا تستعملين، دواء ادوية ملينة كلها بها أضرار، كلها بها أضرار، وتولد احتياج للأمعاء، يعني الأمعاء بعد ما تشتغل إلا تنتظر ذاك الدواء. أتمنى لك العافية إن شاء الله، وإذا عندي السؤال أنا أخدمك في المستقبل. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم دكتور، هل حبة واحدة من دواء الميتفورمين مساعد السكر أبو 500 ملي غرام تؤثر على الصحة، علما أن التراكم كان 12 وأصبح بحمد الله 6.4 بعد التسجيل في برنامج غصن البان ولله الحمد. عيني
عشت ايدك حقيقة، عشت ايدك يعني اللي ينزل تراكم ماله من 12 الى 6 و14، يعني هاي معجزة. عشت ايدك على هالطلعة هاي، ممنون منك، اتمنى لك دائما موفق. يعني الان تدري التراكم الى حد 6 و18 بالنسبة لأهل السكر طبيعي، فانت 6 و14 يعني جايبه فيت جايبه وياه، هاي ممنون منك. طبعا بالنسبة للمتفورمين، انا مثلك اخذ متفورمين. شو وقت تاخذ؟ وقت اني اشوف مجبور اكل تمن، ماكو غير تمن، معزوم عندي خطار، ما يصير تاكل شيء اللي ما ياكل الخطار، فذاك الوقت انجبر. هسه كورونا الحمد لله ماكو خطاطير ولا طالعين، فلذلك اكثر ايام ما اخذ متفورمين. زين، فمرقة اكو خبز، اكل خبز قليل اخذ، فهذا بعد دا استغني عن المتفورمين الى حد الامكان. يعني بالاسبوع يجوز مره اخذ 500 مثلك. هو طبعا المجاز، خليني اقول لك المجاز هو 2850 ملي جرام متفورمين باليوم، فانت من تاخذ 500 مو فد مشكله، ما يسوي لك اعراض، خلي بالك مرتاح. زين، لكن انا اقول انه الى حد الامكان الانسان ما ياخذ هواي افضل له. بس عاش تسيدك مره ثانيه على تنزيل التراكم مالك الى حد 6 و14، ممنون منك واتمنى لك موفقين ان شاء الله. السلام عليكم. مرحبا دكتور، ان شاء الله تكون بخير. معك احد المشتركين زينب، كان وزنها لحد الان 120 وطول 160. دكتور اريد اعرف بصراحه، يعني طبعا شلون اعرف انه زيادة بالهرمون، هل عندي زيادة بالهرمون او لا، وشنو التحليل اللي اسوي لي خطر اعرف انه عندي زيادة بالهرمون لو لا، وجاي اسوي الرجيم وما ينزل وزني غير بالشهر بس نص كيلو، واحتمال لا ينزل هذا النص كيلو لو لا. وبعد دكتور لماذا وما هو السبب، يعني ما هو الرجيم اللي مفروض اسوي او الرياضة اللي مفروض اسويه؟ لان بصراحة دكتور انا عمري بشهر الواحد ما بقى شيء، يوم واحد واحد ادخل عمر 16 وما اعرف شنو اللي السبب اللي عندي، دا اتوقع انه عندي زيادة بالهرمونات. وبصراحة انا مجربت هواي طرق من الرجيم وما دا ينفع وياي وما اعرف شنو السبب، فاتجهت الى طريق الهرمونات اسوي تحليل هرمونات واشوف عندي زيادة بالهرمون او لا. خاطر يعني دكتور انه اسوي، من اسوي التحليل من اشوف عندي زيادة بالهرمون او لا، النسب مال زيادة بالهرمون اسوي، يعني مثلا الرجيم يكون قاسي او مو قاسي بحسب الزيادة. فارجو منك الرد وشكرا وتحياتي لك. بنتي زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بنتي زينب اسمها، بنتي زينب، بنتي زينب، ليش راح أقول بنتي؟ بنتي وزنك 120، طول 160، عمر 16، الوزن الطبيعي بالنسبة لك زين، يعني ما لازم يتجاوز 60. فأنت عندك 60 كيلو إضافي. أولاً هذا الرقم لا يخوفك. أنا إجت واحدة قبلك اسمها مريم عبد العزيز، زيادة وزنها 154 كيلو، 154 كيلو، وإيش قد سويت نزلتها؟ والله نزلتها 61، نزلتها 61، يعني قد نزلت من غزة 93 كيلو نزلت من وزنها. ليش؟ ويه اكثر السمنات مو هرمونيه. حتى هاي اللي جتني ب 154 كيلو وزن، حتى تحليل ما سويته حتى اشوف هرموني لولا. طبعا انا من الوجه اقدر اعرف انه هرموني لولا، هاي من جتني انا عندي 3 اطفال. زين، فشفتها، شفت لها سمنه عاديه، هاي مو سمنه هرمونيه، سمنه هرمونيه تختلف. واغلبيه الاسمان مو هرمونيين بويه، هاي شيلون بالكم، لذلك ما اسوي تحليل لحد. انا مين جنسي؟ مين ابدا اضعفه؟ انت تقولين ما اخذ حميه، انا ما ادري ايش حميه، حميه شنو؟ حميه ابوي، احنا الحميه المدروسه اللي مطبقه على عشرات الالاف قبل شان اعطيك اياها، حميه غصن البان، لا تشكين لحظه بها. اما لا، اذا انت قايل لك طبيب انه اكو عندك
مشكلة هرمونات على العين. شوفي لا تروحين عند كل طبيب، طبيب متخصص باطنية أو تخصص الغدد الصماء، طبيب متخصص بالباطنية والغدد الصماء. ترحين بقول السلام عليكم أنا سمينة بس أريد أشوف هرموني لو لا. إذا هرموني يخو راح أسوي تحاليل يبين علاج عليه، أنا مالي شغل. وإذا قال لك لا سمنتش مال أكل، مال القوزي اللي ضاربته والباتش اللي ماكلته ومال باقله اللي ناسته زين، فبهن حالات تجي أنا بخدمتك والله أعطيك وصفة أوصلك للستين، خلي بالك مرتاح. يعني أنا من أقول غصن البان يعني سويش غصن البان زين، خاصة الرفيعة وطلعش من المية من هالمصيبة اللي أنت عايشة. أنت أنا من نظري أنت ما محتمل، صحيح أنه هو مطبق محية، أنت شايف حميات ما مطبق حمية، لذلك أكد لك بويا سوي تحليل وعد كل أحد عند متخصص غدد الصماء النتيجة. إذا قال لك بويا مشكلة عندك في الغدد تروحين يم، إذا قال لك ما عندك شي بويا غددك كلها سالمة خدمتك أنا، تجين تسجلين البرنامج إن شاء الله هسه بالقريب العاجل هم راح نخلي الشادات مالتنا بال مول المنصور مول الكراد راح نخليها حتى رأسا تستلموا لتتعبوا نفسكم منها ومنها، والصيدات محتمل نخليها هسه بالحال الحاضر بعدنا ما بلشنا بهاي، ان شاء الله بالمستقبل نسويها. فابوي انت اول مره تسوي تحليل تحين الطبيب اللي قلت ايش عليه تسوين التحليل، واذا قال لك سالمه من ناحيه ان شاء الله سالمه من ناحيه الهرمونات انا بخدش من شغل خلي بالك مرتاح. يا هلا مرحبا بزينب يا بنتي عزتي. أنا قررت أنه الأسئلة المهمة على شكل فايل صوتي أو فيديو دزوليا زين، بس شو يوضحوا لي أكثر مثلا عمر كذا وزن طول أي يوضحوا لي حتى يكون أكثر على بينة من أرد أجاوب، لأن ما أدرس الطرف شنو من شيء، فوضحوا لي. وأني كل يوم خميس بالليل راح أجاوبكم على قسم من الأسئلة المهمة اللي تجيني، فخلوا بالكم مرتاح أنا أجاوب على الأسئلة المهمة كلها. هسه 10 15 20 سؤال مهم أنا أستنقي من بين الأسئلة وأجاوب عليها.